التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة جوه مشروع من أجل بسمة الطفل ما كانش حاجة سهلة، وتعلمنا منه حاجات كتير. اتعلمنا زي ان احنا نكون صبورين، اتعلمنا زي نحبهم قوي وندور على الجوانب المضيئة جواهم ونحاول نطلعها ونبرزها علشان نحسسهم بالأمل في بكرة ونحسسهم بدورهم في المجتمع. اتعلمت من ذوي الاحتياجات الخاصة انه مفيش حاجة اسمها مستحيل، وبقت قدام عينيا طول الوقت. كل واحد فيهم عنده قصة، عنده معاناة من حاجة معينة. ف they were never happy those children. They were never smiling. معاناة، يعني طول الوقت في معاناة. الأم بتعاني والطفل بيعاني، وكل مرة كل مرة بيدخل يعمل فيها عملية بتقول هيطلع ولا لا. فدي كانت الحياة اللي أنا عشتها في طفولة ياسمين. شقتنا بقى فيها لندناي وبيج بان وسمول بان. بان يعني بنكتب بيها يعني. ايوه. بتقولي الارقام بالعربي، خلي بالك. اللقطة اللي هي بتروح فيها لما بتدخل في النوم، انا كنت بحس ان قلبي بيقف وبيرجع يدق تاني، وكنت بكلمها، كنت كل مرة بقول لها، كنت بقول لها انا مستنياك ارجعي لي. كل مرة أنا لغاية دلوقتي ما بقدرش أبص على نفسي في المراية. كل يوم حياتي مش 24 ساعة. أنا يومي ما بيكونش 24، أنا يومي بيبقى 21 ساعة. حسسني إنه الناس هتبتدي تعرف إن أنا فيها حاجة غلط، إن أنا مش زي كل الناس، إن أنا في حاجة تانية أنا بعيني بيها كل يوم. بلاقي نفسي انه انا لو حسيت نفسي ان انا حلوة من برا، مش هحس باللي انا حاساه من جوا، من تحت اللبس، من تحت كل حاجة تانية اللي انا يعني بخبي بيها. عيوب كتير قوي بتحسسني ان انا مش حلوة. أنا عندي هيرشسبرونج ديزيز، مكنتش بعرف إن أنا أكل كويس وكده، وكانت بطني عمالة بتكبر كتير لأنه عمالة باكل مفيش حاجة بتطلع مني. من هنا سافرنا على لندن، والحمد لله يعني لقينا دكتور حلو. بعديها رحنا ألمانيا. بعد ألمانيا اكتشفنا ان انا عندي مشكلة تانية، عشان كنت بحاول ان انا احل موضوع الهيرشسبرونج. فعشان كده دلوقتي بقيت بعاني بحاجتين، بعاني بالهيرشسبرونج ديزيز وبعاني بالفستلة. فستولا معناته ان انا بقى عندي a hole in a place that مش المفروض يبقى موجود. في حاجة طالعة من بطني، بس
الياستمي حاجة طالعة من بطني، حاجة برا بطني، يعني كل حد عنده من جوا، أنا بتاعتي طالعة. وأنا بخبيه كل يوم بكيس كده عندي، دواء اللي أنا باخده اللي هو بيخليني أنا أفضي بطني كل يوم، لأن أنا أمعائي دلوقتي صغيرة قوي، يعني قد مثلا قد إيدي مثلا، لأنه جزء كبير قوي اتشال. هيرشسبرونج ديزيز هو أنه يعني في حتة من الأمعاء مش بتشتغل، فده بيخلي أنه السيستم كله يتلخبط، والأكل ما بيوصلش للمنطقة اللي هي المفروض توصل لها. المسلز they were not connecting مع بعض، فالسيستم بتاعي بقى متلخبط، فلما باجي باكل الدنيا كلها عندي بتتلخبط. والمحدش عارفه ان انا لما بكون برجع تاني البيت انا بيبقى ورايا 3 ساعات تانية لازم انا افضي بطني على الاخر. فان انا باكل بعدين بفضي بطني عشان انا ما اتوجعش واقدر ان انا اكمل يومي عادي طبيعي. عارفة ان كل حاجة من عند ربنا، انا عارفة، بس بشيل ذنب ان انا my parents يعني اتجوزوا كده وانا كنت اول يعني طفل كده، حياتهم اتغيرت completely. my dad ده حاجة يعني أنا دلوقتي زي ما أنا شكلي كده دلوقتي مكنش هيكون ميدعت. ضايقني قوي موضوع أنه هو بيشتغل برا ولسه بيجي يزورنا كل أسبوع مرة، يوم بس يوم. أورينا أنا تعبانة؟ طبعا لأ، أكيد لأ. They spend their entire lives just going to hospitals وما بيطلعوش بالنتيجة. مع ان انا ماما تقعد تقولي احنا كنا فين وبقينا فين؟ فين كنا فين وبقينا فين؟ I'm 20 years old and I'm still in the same shit. فين كنا فين؟ يعني جوسا you're strong. الحمد لله، أنا على طول بقول الحمد لله،
عندي أصحاب وبخرج مع أصحابي بشوف كل حاجة بعمل كل حاجة في نفسي بس أنا أول ما بدخل أوضتي الدنيا بتبقى صعبة شوية. لما انتي بتتجوزي حد بتقعدي معاه في نفس البيت. أنا أصحابي لما بيجوا البيت في نص ساعة قبليها أنا بقعد أخبي في حاجات. إزاي أعيش مع حد؟ إزاي؟ مفيش حد شايف الموضوع ده؟ محدش شايف الموضوع ده؟ It's like it's a war between me, myself, and I.